الآن نتوقف مع حضراتكم واستعراض الحالة الجوية وأخبار الطقس. مرة أخرى إليك ميرنا. شكرا لكم محمد وصحر، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15، الأسكندرية 23-14، مطروح 23-14، بورسعيد 23-14، الإسماعيلية 25-12. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 24 درجة والصغرى 13، العريش 23-12، طابة 24-14، شرم الشيخ 27-18، والغرتقة 27-17. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 11، أسوان 28-12، الوادي الجديد 26-11، شلاتين 28-19، وأخيرا حرايب العظمى 26 درجة والصغرى 19. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة متوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.